بين فلسطين والزيتون تاريخ من الأصالة وقصة عشق باقية كجذور شجرة الزيتون في فلسطين. الزيتون في فلسطين هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم في برنامج مذاق فلسطيني، لأنه أحد المحاصيل الزراعية في فلسطين بالإضافة لكونه المنتج الغذائي الأول. مشاهدينا تابعونا. حدثنا عن تجربتك في موسم قطف الزيتون. موسم قطف الزيتون ومن أحسن مواسم السنة يعني بالنسبة للمزارعين، لأنه الزيتون بنطي إنتاج منيح، والواحد بدل ما يشتري الزيت طبعاً بحط منته من تعبه ومن عركة جبينه. خلينا نحكي عن يعني محافظة سلفيت شهرتها بالزيتون، يعني بالتأكيد هناك أجواء معينة في موسم قطف الزيتون بين الماضي والحاضر، ما هي ذكرياتك عن هذا الموسم؟ بالنسبة لقطف الزيتون يعني احنا بنكون كرحلة للناس، بيصرحوا بشموا الهواء وبنبسطوا في الزيتون وبلقطوا زيتون، احسن من المواسم الثانية، احسن من اي موسم في باقي الاشجار. خبرتنا انه انت ما بتملك كروم زيتون. لا، ما بملك ولا اي شجرة زيتون انا. لكن في الماضي كان لوالدك؟ كان لوالدي اشجار زيتون، يعني تقريبا حوالي 70 شجرة زيتون انطناهن لاخواتي بعد ما توفى حياة الوالد. حضرتك ليه بتتوجه لأنك مثلاً بتسموه تتضمن مثلاً؟ باخذ على قسم، أنا بلقط زيتون، باخذ أنا قسم وصاحب الزيتون قسم. يعني تأخذ أرض لناس ما بيقدروا يوصلوا لأسباب معينة، ربما بسبب الوظائف أو غيرها ما بيقدروا يقطفوا الشجر، فأنا باخذه وبشتغل فيه في إجازتي، لأني بداش أضل قاعد هان وهان. أول شيء بطلع منتج دار، ثاني شيء بطلع مصروف الواحد. صحيح، الوضع ما سيء على الجميع، بدل ما يروح يحتاج من هذا ومن هذا بيشتغل بالزيتون وبيستر حاله. طيب الأجواء اللي حاليا بتكون بحقل الزيتون، إيش الأجواء اللي أنت وزملائك بتقوموا فيها؟ يعني بتكونوا تعملوا مثلا شاي على الحطب؟ طبعا بنعمل شاي على الحطب، بنعمل قهوة على الحطب، بنجيب نطبخ هان لما تيجي مرتي وولادي، بس مرتي ما هي ما بتيجي لأنه مديرة مدرسة، وما بتيجي هان في يوم جمعة وسبت. ما في ارتباط نفسي بينك وبين شجرة الزيتون؟ شجرة الزيتون بلا في ارتباط نفسي، لأني أنا تعبت في شجرة الزيتون، زرعت زيتون من الأصل، يعني أرض كانت مش مزروعة ولا إشي، وزرعت فيها 600 شجرة زيتون، وللأسف أخذوها اليهود وحطوا عليها شيك بعد ما أثمر الشجر. إيش اختلف بالوسائل اللي بتقطف فيها الزيتون بين زمان وهلأ؟ هي الزيتون فيها سنين، سنة بيجي حامل وسنة بيجي نص حامل. يعني موسم يعني أو غير موسم. سنة بقولها ماسي وسنة شلتوني. أنت قديش بتطلع تقريباً من خلال تضمنك لأرض معينة تاخد عليها نسبة؟ أنا بالشغل اللي بشتغل فيها تقريباً بطلع لي تنكة ونص تنكتين زيت يومياً. الخيش اللي على الأرض اللي بسموه كان الفلات، الفلة. الفلة. أوكي، هذه بتحضروا لها قبل بوقت؟ طبعاً قبل بوقت. كمان غير الفلة اللي كان يحضروها للزيتون وأشياء أخرى، كان موجود العصاي حتى يضربوا فيها الشجر وينزل، هاي كانت الطرق القديمة في قطف الزيتون. الآن ما زلتوا تستخدموا هاي الوسائل؟ لا، أنا يعني قبل ما كانش في أصلاً، ما كانوا يحطوا فرشات وفلات على زمان سيادنا. كانوا ثلاث أربعة يظلوا بالعصا يضربوا، وسبعة ثمان نسوان يقعدوا يلموا على الأرض، وهذا كان تعب عليهم كثير طبعا. تعب كثير. لأنه لما يجي الحب على الفراش هذا يعني بتقدر تكوني 5% بينزل على الأرض والباقي بيجي على الفراش. شو كان اسمها العصاية هاي زمان؟ عبية. طبعا بخلص شغل بنكل الأكياس من هان للشارع، هي الشارع بجنبي، بتصل على الشوفير السيارة، بيجي السيارة بحملهم بضل مروح، ما فيش تعب ولا في أي شيء. بس أنا بحط بالبيت وبنكل وبحجز دور بالمعصرة، لما يقولوا لي اليوم موعدك أنت باخذ الزيتون على المعصرة وبضل هناك تمن أروح الزيت، بضل مباشر على الحب وعلى الزيت وعلى كل شيء تمن أروح الزيتات.
صراحة أنا في شيء مفتقدته بكرم الزيتون، الحجات الفلسطينية تبعون زمان اللي كانوا يقعدوا بالتوب الفلسطيني والغربال بإيدها يمكن هذه الوسائل الحديثة المواكن اليوم ريحت السيدات يعني من هذه المهمة المتعبة، لكن كان لهم معنى في وجودهم بالحقل. صحيح مزبوط، هو المواكن الحديثة اليوم مثل ما حكيتي لغت كل الإشي القديم، بس لحد الآن في حجات لحد الآن بجيم بالأرض هنا وبصير لذرين في الحبة ذراع على حسب الموديل القديم. مين بتحس أكتر في ارتباط بينه وبين الأرض، الجيل القديم ولا الجيل الحديث؟ الجيل القديم طبعاً كان الارتباط أكثر. مشاهدين نحن الآن في برنامج مذاق فلسطيني، وسلطنا الضوء في هذه الحلقة على الزيتون لشهرة فلسطين بمذاق الزيتون الخاص، وسوف نتحدث الآن عن طريقة عصر الزيتون ما بعد القطف والعملية التي تمر بها هذه المراحل. سوف نكون مع السيد سمير المصري رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية في فلسطين. مرحب فيك. أهلا وسهلا، شرفتوا. أهلا. بداية خلينا ننوه أنه ما أجرينا اللقاء بالمعصرة لضجة أصوات المكنات، وارتأينا أن تكون في أجواء الطبيعة الفلسطينية وكروم الزيتون. أستاذ سمير، تحكي لنا عن العملية من الألف إلى الياء بالمراحل اللي بتمر فيها العملية عصر الزيتون بعد القطف. طبعا بالنسبة لقطاع زيت الزيتون قطاع هام جدا في فلسطين، هو منتج وطني يعتمد عليه عشرات الألاف بل مئات الألاف من السكان الفلسطينيين، وبالتالي حاولنا إعطاءه الاهتمام الكافي للوصول إلى الجودة وللوصول إلى القدرة التنافسية في الأسواق العالمية. النماذج القديمة كانت بدائية ولا تؤدي إلى الجودة المطلوبة. زيت الزيتون هذه شجرة مباركة، حبة الزيتون ما طيلة الفترة الموجودة فيها على الشجرة فهي أجود أنواع الزيتون في العالم. وعملية التصنيع، والتصنيع نقصد به استخراج زيت الزيتون من الزيتون الذي يجمع. حاليا هذه دائرة متكاملة تبدأ من الحقل ومن المزارع، تبدأ من العلاية السليمة بالشجرة وبالتقليم وبالقطف وبالجمع وبنقل المحصول إلى المعاصر. المرحلة الثانية هي عملية العصر، أي استخراج زيت الزيتون من الزيتون. والمرحلة الثالثة هي التخزين السليم. إذا اكتملت هذه المراحل فنكون قد وصلنا إلى أفضل زيت كمية ونوعا. فتبدأ العملية من جمع المحصول ونقله إلى المعاصر. في المعاصر عملية العصر تتم بعملية تنظيف الورق من الزيتون. حاليا جزء كبير من المزارعين يحضر الزيتون مخلوطا بالأوراق والأغصان. في السابق ربما كان المزارعين التقليديين يعطون اهتماما أكثر، حيث كانوا يقومون بعملية تسمى تذرية الزيتون في الحقل، أي يحاولون فصل الورق عن الحب بوسائل طبيعية، ومن ثم يتم غسل ثمار الزيتون حيث يكون عليها غبار وأتربة وما إلى ذلك. هذه العملية، عملية فصل الورق وعملية الغسل، نحن نسميها الديرتي إيريا في المعاصر. بعد عملية غسل ثمار الزيتون تتم عملية طحن الزيتون. هذه الجواريش تقوم بفرم الزيتون وطحنه وإرساله إلى ما يسمى بالملاكسلز، العجانات. بعد هذه العملية يتم إرسالها إلى التوربينات، وهذه التوربينات تقوم في فلسطين، تعمل كافة المعاصر على نظام ما يسمى 3 phases. ويستخرج الزيت
ويستخرج النفايات السائلة أي ما يسمى بالزيبار، ويستخرج الجفت الذي يستعمل طبعا لأغراض محلية أو يتم تصنيعه بعد ذلك. بعد هذه العملية تأتي العملية الأخيرة وهي عملية الفرازات بالطرد المركزي التي تنقي الزيت من الشوائب، فيتم استخراج الزيت النقي ويتم استخراج النفايات السائلة ما يسمى بالزيبار. من هذه اللحظة تبدأ الحلقة أو الدائرة الثالثة وهي دائرة التخزين، فإما أن يأخذ المزارع زيته ويخزنه ربما بطرق غير سليمة تؤثر على الجودة فيما بعد وبالتالي تؤثر على القدرة التنافسية، وإما أن يتم تخزينه بالوسائل العلمية حسب أصول السلام الغذائي ومتطلباتها، وبالتالي يبقى الزيت المخزن صالح للبيع وصالح لأن يكون منافسا من ناحية النوعية. يعني مهمة المزارع تنتهي بوضع زيتونه في الصندوق وإيصاله لمكان العصر بوسائل نقل سليمة. تنتهي مهمة المزارع طالما سلم الزيتون الخاص به بطريقة سليمة إلى خطوط عصر الزيتون، وهناك تبدأ مسؤولية المعاصر والتي تتحمل جزءا كبيرا جدا أيضا في نوعية الزيت المستخرج من معاصرها كما ونوعا. الآن في فلسطين لدينا معاصر حديثة وتكنولوجيا حديثة، نستطيع القول بأن لدينا عدد كبير من المعاصر قادرة على إنتاج الزيت بالجودة المطلوبة داخل المعصرة إذا توفرت المرحلة الأولى والتي تعتمد على المزارع أو على متابعة الجمعيات لأعضائها أو الاتحاد التعاون الزراعي لأعضاء الجمعيات وهكذا. أما المرحلة الثالثة فهي تعتمد على من يخزن الزيت. طبعا لا نتوقع من كل المزارعين أن يكون لديهم قدرة تخزينية في البيوت وتكون صحية وسليمة في أماكن مظلمة وفي أوعية ستانلس ستيل تحافظ على الجودة. هل يجب أن يكون الزيت موضوع في ستانلس ستيل للحفاظ عليه بطريقة أفضل؟ أفضل طريقة لتخزين الزيت وضعه في تنكات خاصة مخصصة للزيت مصنوعة من مادة ستانلس ستيل الغذائي. بالنسبة للبلاستيك العبوات المتعارف عليها، هذه خطيرة جدا، وهذه مصنوعة من مواد كيماوية تتحلل مع الزمن وتؤثر على نوعية الزيت، وقد يصبح الزيت في فترة إذا ما طال التخزين في هذه العبوات قد يتحول إلى مواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان. الزجاج من أفضل العبوات التي يمكن التخزين فيها، ولكن الزجاج يصلح للتخزين في عبوات صغيرة للمطبخ للمطابخ للاستعمال اليومي، ولكن لكميات كبيرة. بعض المزارعين ينتج طن، ينتج 2 طن زيت، 3 طن زيت وهكذا، فهذا يوجد صعوبة جدا في التخزين السليم. لذلك تبنت بعض الجمعيات التعاونية سياسة التخزين الجماعي. لقد تكلمنا في عدة مواقع وخاطبنا وزارة الزراعة والمعنيين في هذه الأمور أنه آن الأوان لننشئ في فلسطين بنك زيت الزيتون الفلسطيني، لنمكن كل مزارع يرغب بالتخزين. نعم، يعود بالنفع على المزارع ويعود بالنفع على المنتج الوطني، يعطينا القدرة على أن نكون قادرين على توفير الزيت للأسواق الخارجية في أي وقت على مدار السنة بنفس الجودة وبنفس النوعيات المطلوبة. خبرتنا حتى أنه المزارع الآن بكون همه الجفت أكثر من الزيت نفسه. بعد أن نعصر الزيتون لدينا مخلفات، هذه المخلفات سائلة وصلبة. المخلفات الصلبة هو ما يسمى بالجفت،
الجفت ماذا يحتوي؟ يحتوي الغلاف حبة الزيتون بعد أن يتم استخراج الزيت منه، وهو يحتوي على العجم وما يسمى بالخشب، وعلى اللحاء بعد أن يستخرج منه الزيت. فهذا يستعمل للوقود وللتدفئة، وطبعاً في ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطنين وغلاء المحروقات، فهذا يساعد الأسر في فصل الشتاء. معلومة تداولت أخيرا بين المواطنين وهي عن زيت الزيتون، إذا تم غليه فإنه ربما يسبب الأمراض المسرطنة. زيت الزيتون يفضل استعماله افرش مع الغذاء، الابتعاد عن تعريض زيت الزيتون لدرجات حرارة عالية مثل عمليات الكلي أو الطبخ الطويل. يمكن استعماله للشغلات الخفيفة. قبل أن ننهي هذا اللقاء، يعني إحنا اخترنا محافظة سلفيت، بماذا يتميز زيتون سلفيت؟ محافظة سلفيت لها اسمان، الأول محافظة سلفيت والثاني محافظة الزيتون. لماذا سميت هذه المحافظة بمحافظة الزيتون؟ لأنها تشتهر بهذا المحصول على مستوى الوطن كمساحات مزروعة بالزيتون. فلسطين تنتج في الظروف العادية 24 ألف طن من زيت الزيتون، محافظة سلفيت تنتج 6000 طن من زيت الزيتون، أي 25% من إنتاج الوطن من محافظة سلفيت. أخيراً أستاذ سمير، دعنا نتحدث عن اعتداءات المستوطنين. دائماً المزارعين في موسم الزيتون اللي غالباً بيكون بيبتدئ يعني بمنتصف تشرين، ربما بنشاهد اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين على المزارعين. هل سلفيت أيضاً معرضة لمثل هذه الاعتداءات؟ طبعاً سلفيت معرضة، وكل محافظات وقرى وبلدات الوطن معرضة للاعتداء، والمستوطنون يعتدون على شجرة الزيتون لعلمهم بأنها هذه شجرة مباركة، هذه شجرة ترمز إلى الصمود، إلى التحدي، إلى اقتصاد المزارع الفلسطيني. فالاعتداء عليها ممنهج من قبل المستوطنين، ويحاولون إعاقة المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. وأحياناً قد يصل المزارع إلى أرضه ويكتفي الثمار ويجمعها لينقلها في اليوم التالي إلى المعاصر، فيذهب في اليوم التالي ولا يجد الزيتون، ويكون قد سرق من قبل المستوطنين وعصر وبيع زيته. فبالتالي هذه اعتداءات ممنهجة تشمل كافة أرجاء الوطن، وتركز على محافظة سلفيت لاشتهارها بهذا المحصول. مشاهدينا، كنا وإياكم في حلقة خاصة عن الزيتون الفلسطيني بكل ما يحمل في طياته من ذكريات وحب وعشق للأرض الفلسطينية، بالإضافة إلى مذاقه الخاص المميز. بنشوفكم بحلقة جديدة.